عید کی نماز کی نیت اپنے دل میں اس طرح کریں، میں دو رکعت عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کرتا ہوں، چھ زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر اللہ کی رضا کے لیے تکبیر، اللہ اکبر، ثنا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب تین زائد تکبیریں کہیں گے، پہلی تکبیر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اللہ اکبر، اور دوسری تکبیر کے بعد اسی طرح ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اللہ اکبر، تیسری تکبیر پر ہاتھوں کو باندھ لیں اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة الفاتحة، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تكبير، الله أكبر، ركوع میں کم از کم تین مرتبہ پڑھیں، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تسميع، سمع الله لمن حمده. تحميد، ربنا ولك الحمد. تكبير، الله أكبر، ہر ایک سجدے میں کم از کم تین مرتبہ پڑھیں، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تكبير، الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دوسری رکعت میں سورة الفاتحہ اور سورة کے بعد امام صاحب تین تکبیریں اور کہیں گے، پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اللہ اکبر، دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اللہ اکبر، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اللہ اکبر، چوتھی تکبیر میں سیدھے رکوع میں چلے جائیں اللہ اکبر، رکوع میں کم از کم تین مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تسمیع،
سمع الله لمن حمده تحميد ربنا ولك الحمد تكبير الله أكبر ہر ایک سجدے میں کم از کم تین مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى تكبير الله أكبر تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم سلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله